والله مو عيشة هالعيشة، لك ارحميني وارحمي ابني. يوه 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 يوه، هذا اللي كان ناقص تتدخلي بيني وبين ابني ليكون هو شاكيلك علي يا بعدي هاشم. لا يا مو، لا ما في شيء، بس هو بصراحة أنا مرتي دائما بحكي عليك وبتقول لك، بتقول إنه أنتي بتدخلي بشغلات مالك علاقة فيها وحشرية وما بتنطقي، وحتى إنه ما بتريحيني ونحن نايمين بالليل. يو وعم تتدخلي بيني وبين ابني يا حشرية؟ لك أنا قلت لك من زمان حرام تكون عنا هي بالبيت. لك أنا يلي حرام عايشة مع وحدة أنانية مثلك ما بتفكر غير بحالها وبس. الباب ليكو بيفوت جمل، ضرب يسد ما يرد. ولا هاشم بدي اياك تطلقها قبل ما تخطي خطوه برات هذا البيت. شو يا هاشم؟ بدك تسمع كلام امك مثل كل مره وتطلقني؟ طبعا بده يسمع كلامي، لكن بده يسمع كلامك حبيبتي، انا عندي الغضب والرضا. لا يا ابو، بوسي ايدك بوسي ايدك، لا تغضبي علي، غضب الوالدين من غضب الرب لك يا امي. هو صح غضب الوالدين صعب، بس مو على الباطل يا هاشم. انا رايحه ضب اغراضي ورايحه على بيت اهلي، وصل لي ورقه طلاقي لاهلي. تذكر قلبي شو رجال، ايه والله فشرت 60 مرة تكسر كلامك وكلامي. بس يا عمو والله هلا حبابة وطيوبة وما ترد لي كلمة وتسمع، يعني حرام طلقها هيك بدون سبب. شو يا بعدي، حنيت فورا بدك تفوت لعندها وبدك امك تطق مرارتها؟ لا يا عمو، لا سلامة قلبك، ان شاء الله انا ولا انت عدوينك يا عمو، كل شيء الا زعلك. ايه ها هلا عجبتني، ايه والله والله، بكره لاروح واخطب لك احلى عروس، احلى منا واظرف منا، لك هي دبه وشايفه حالها وعلى شو مالي عرفانه، لك ما بتناسبنا يا ابني. طيب يا ابو طيب، اللي بتشوفيه انت مناسب، خلص انت بتفصلي وانا بلبس. الله يرضى عليك، طول عمرك مرضي، الله يرضى عليك. يا ربي انا بحب لهالا، استغفر الله العلي العظيم، يا ربي دخيلك الفرج من عندك. الله لا يوفقها لم هاشم، شو انها قويه وقارحه. ايه طول عمرها هيك ابن عمي، ما جبت شيء جديد من عندك. بس توصل معها المرحله انه تخلي ابنه يطلق مرته يعني هيك بلا سبب؟ لا هيك كثير والله. هالا مرت هاشم ما في منها، حرام يصير فيها هيك. يوي باتلك حمى انت، والله صايرة عم تحكي وتاخذي وتعطي، وليه؟ ليش طالع صوتك قدامي اه؟ يبعت لي حمى خالتي، والله ما قصدت. اي بعت لك 60 حمى ان شاء الله، بس كنت عم بحكي انا ابوكي بتخرسي ما بتحكي بنو، فهمتي؟ يلا قومي نلعي، هاتي من ايديك، يلا يلا. تضربي بهالشكل قليلة ادب. لك يا افتكار، معقولة تضرب البنت قدام ابوها؟ تستاهل ولا ما بتستاهل ابن عمي؟ بزمتك بضميرك، لك حكم ضميرك. لك ايش وحكيت البنت؟ كلها كلمة قاعدة عم تاكل. ايه كلها نانا ان شاء الله، لا تخاف عليها، هلا بتكون عم تلوش جوا. يا ويلك من الله بس. تفضل يا مو، هي احلى جاد فواكه. ايه احلى جاد فواكه، احلى قعدة بدون الحية تبعك. لك يا مو والله هلا يعني حبابة، المخلوقة ما عملت لنا شيء، طيوبة وبتسمع الكلمة. ايه والله اليوم ما عرف شلون واجهت ابوها، وشي اسود منه. يو خفت ولا حنيت؟ مو قصة خوف يا امو، بس ما عاد اعرف شو بدي اقول للزلمة. ليش طلقت بنتي يا هاشم؟ والله لانه امي ما بدها اياها. ايه مزبوط، امك ما بدها اياها. لك ايه يا امو، بس يعني هو قال لي كلمتين سمولي بدني ومغصولي بطني. ان شاء الله بينمغص بطنه، وشو قال لك هالاختيار الجن؟ قال لي بنصحك يا ابني انه ما تفكر بالجواز مرة تانية لانك ولد وبتسمع كلام امك. اي جكر فيه، انا بكره رايح ادور لك على احلى عروس. لا يا مولا دخيل عينك، بوس ايدك بلاها، خلص هي انا وياكي مرتاحين مع بعضنا وعم ندلل بعض، ليش نجيب بنات العالم ونبليهم فينا؟ انت شو قصدك؟ ما قصدي شيء يا مولا، ما قصدي شيء. قلي شو قصدك احسن ما اغضب عليك. يا مو بصراحة يعني كل الناس بيقولوا انه انا بتشتوش وبسمع كلامك، ولو حتى على الباطل عم يقولوا كمان انه خطيت هالة برقبتك لانه هالة درويشة وطيوبة وطلقت مننا لانه انت ما بدك اياها. مستحيل اي بنت تقبل فيني حتى لو فرشت لها الارض ورد ودهب. خلصنا من هذا الكلام، لك انت رجال
وبينشد الظهر فيك. خود تقبرني، خود خود كل، ولا ترد على حدا، كل تقبر امك ان شاء الله. يا حبيب قلبي انت، ابني وتاج راسي، تقبر عيوني ان شاء الله. اسلام اسلام يا مو. الله يسلمك يا مو، الله يسلمك. تعي لهون وليه؟ شو صار بالغسيلات؟ خلصتهم وطالعة انشو. ايه والطبخ؟ خالتي والله ما لحقت، الغسيلات كانوا كتير كتار. شو؟ لك يب ليك بقتلك إلهي، شو ما لحقتي؟ شو عندك؟ شو عم تعملي؟ وإذا جابوك شو بدي قله هلأ؟ والله ما لحقت الدبة. روحي شوفي مين؟ تتري. خالتي. شو؟ خالتي ام هاشم على الباب. لينا شو جابها هلا؟ لك يا ميت اهلين وسهلين، ما بتصدقي من زمان ناطره زيارتك. يو الف الحمد لله يا ربي، الف الحمد لله، اخيرا رب العالمين رح يفرج علينا. جاكي الفرج ما؟ ولك انت اصلا بدك تخلصي منا بهالبيت. ليش تقبرني وانت كمان مو اجاك الفرج؟ ايه وليه على عيونها ان شاء الله صار عمرها 22 سنه وما كانت تتجوز؟ لك اخواتها كلياتهم تجوزوا. بيجي نصيبها، بس مو هاشم ابن ام هاشم. ولك هذا رجال خروق تشتوش امه، اذا امه بتقول له اللبن اسود بيقول لها ايه اسود. الرجال اللي بيسمع كلمه امه ما بيكون خروق، بيكون مرضي. ايه شفناه شو عمل بهاله بنت ابو سعيد، طلقها بس لان امه بدها هيك. إيه لا سيدي مو هيك، ام هاشم حكت لي كل شيء، البنت كانت عنيده وراسها يابس، وليه على عيونها قضت المقاضي للصبي. يعني معقول ام هاشم تحكي لك عن حالها انه زيت عكر او الدين حالها والدين ابنها؟ لك يا ابن عمي يا تقبرني، انت اسمع مني، لك اسمع مني، إيه والله هاشم ما في منه، بعدين بنتك كبرت يعني لازم نجوزها بقى. بعدين ما تنسى هاشم يعني عدا مؤاخذة رجلة والقبر، يعني قد ما عاشت قديش بدها تعيش؟ هاي الأملاك كلياتها لبنتك رح تصفى. لك أبوه تارك له هيك محلات بسوق ساروجة. افتكار اطلعي من راسي حاجزا. يا الله في جوزة نبوشيك. ما قلتي لي وين جمانة؟ والله يا ام هاشم بعتها على السوق تجيب لي كوسه ولحمه، ابوها يقبر قلبي، جاي على باله الكوسه باللبن. ان شاء الله صحه والف هنا. ما قلتي لي حكيتي لجوزك ابو النور بخصوص جمانه؟ لكن يوم شاورته تقبريني شاورته وقال لي يا مرتي شو ما بدك تصرفي، انت مثل امها وبتعرفي مصلحتها. معلوم اكيد بتعرفي مصلحتها اكيد. دخيل عينك يا ام هاشم، ويشهد ربي علي اني زكيتك قدامه خير الله، قلت له شوف يا رجال بنتك رح تعيش احسن عيشه عند ام هاشم. معلوم رح تعيش احلى عيشه، انتوا حطوا ايديكم ورجليكم بمي بارده. مرحبا. ميت اهلين بكنتي الغاليه، تقبريني ان شاء الله، شو هالوش الحلو مثل القمر. يا مو ان شاء الله الف مبروك. يا مو الله يبارك فيك، بس والله ما كان في داعي لهي العجله، يعني لسا ما صلي حصه مطلقه لهاله. اول شيء انا عملت هذا الشيء لسببين، اول شيء بدي جاكره لهاله، ثاني شيء بدي اقلع عيون العالم اللي حكوا علينا. وانتي ما لقيتي لي غير جمانة المعترة الدرويشة اللي بتاكل قتلة عالطالعة والنازلة من مرت ابوها؟ ولك احسن يا مو احسن، شو بدك اكتر من هيك؟ جاية لعنا وهي مكسور راسها وعيونها كمان. ايوة قولي هيك من الاول يا مو، بدك تستعديها مثل مالك مستعبتيني. شو؟ شو عم بتقول؟ شو هالنغمة الجديدة هاي؟ انا بدي استعبدك بدل ما تنبسط انه انا بدي اياها تكون ادمية وتحطها خاتم باصباطها. خلص خلص يا مولا تغزيني حقك على راسي، سوي لك كاسة شاي؟ ايه روح ساوي لي كاسة شاي. يلا يلا بأمرك بأمرك، بوك سيدك لا تزعلي. ولاد آخر زمن. لك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ربي ينتقم منك على هالرمية اللي بدك ترميها إياها للبنت. الله يسامحك يا ابن عمي على هالحكي، هلأ هي رمية؟ لك ابنتك رح تعيش احسن عيشه، رح تعيش بثبات ونبات، بعدين اسالها اي طاير عقلها البنت بالجوازه. ايه رح اسالها. روحي انت على المطبخ. امرك ابن عمي. يعني هيك الجماعه وافقوا بهالبساطه؟ وليش حتى ما يوافقوا؟ يصح لهم. ايوه
طب والبنت شو قالت لك؟ أنا ما شفتها للبنت، أنا حكيت مع خالتها ومع أبوها. أيوه. طيب وشو اتفقتوا؟ اتفقنا على الذهب وملبوس البدن وحفلة على الضيق. طب وأنا هلا شو لازم أعمل أمي؟ بكره منروح لعندهم وأنت بتشوف البنت. طيب ماشي، خير إن شاء الله. مهم تكوني أنت رضيانة. رضيانة، الله يرضى عليك. الله يسلمك. ليكي يا بنتي، صحيح خالتك مرت أبوكي قوية، بس أنا مستحيل أجبرك على شيء أنت ما بتريديه، لأنه هي جوازة مو لعبة، فإذا مالك موافقة نفسها من أصله. يلي مثلي بعمرها ما رح ترتاح يا أبي، الهم والشقة مكتوب عليها كل العمر. الله يرضى عليكي يا بنتي، لا تقهريني أكثر مالي مقبول. لا يا أبي، في مال الله لا تنقهر، خلص أنا موافقة، وقد ما كانت خالتي أم هاشم صعبة ما رح تكون أصعب من خالتي افتكار. قلبي وربي يرضى عليكي يا بنتي. روحي يا أبي روحي. روحي غسلي وشك وجهزي حالك، لأنه الجماعة ما بقى اللي يصلوا. مبروك يا جمانة. والله يقدرني إني أسعدك. في جوز كلام بدي أقول لك إياه. شوفي يا بنت الناس، أنا موجوع كتير بحياتي من وراء أمي، وأنتي موجوعة كتير من وراء مرت أبوكي، ما هيك؟ أنا أمي عادمت لي شخصيتي، بس المشكلة إني ما بقدر إلا لا، لأني بخاف من غضب ربي علي. وأنا ما بسترجي رد على خالتي، لأنه بخاف يزعل أبي، وأبي رجال طيب ومسكين كتير ومو ناقصه. معناتها سيرتنا وحدة يا بنت الناس، اثنيناتنا درويش كتير وطيبين زيادة عن اللزوم. كلامك عم يحسسني إنه ربي وفقني فيك لأنك بتشبهني كتير. مشان هيك الله يرضى عليك يا جمانة، شو ما بدر من أمي مرئي، وإذا شفتيها عم تهيني قدامك وما عم بقدر رد عليها بتمنى تعذريني. يشهد الله أني حبيتك، حبيتك من قبل ما أشوفك. ايه، واخيرا ارتحت من هالقردة. ايه وبالناقص منها، خلي ام هاشم تكرها عيشتها. ايه والله لا تتحسر على ايامها عندي. بس يا حما، مين هلا بده يشتغل لي شغل البيت؟ يو 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 على القصة ما حسبتها هي. اوف اوف اخ جمانة، اتركي من ايدك وتعشبي معنا فنجان قهوة. ايه والله ما حذرت، خليها تكفي شغل البيت، ببيت اهلها ما كانت تشرب قهوة. يلا روحي على المطبخ كفي جلي. الله عليكي يا جمانة، شو دماتك اخبار وحلوين لك مو معوجعك يا الله يخلي لي يا تقبل قلبي. تقبلي عدويتك لك يا بنت عمي، والله يخلي لي يا ابني. اه 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 هاشم يا جمانة الحقوني. اه اه
بخير يا ابو شوقي؟ يا امي بطني واجعني كثير. طيب طيب روحي روحي هلا رح اسوي لك يانسون. ما بدي اياك تروح، بدي جمانة هي اللي تساوي لي يانسون. لك يا امو جمانة عم تفعي كل النهار بالبيت، شو بدك فيه؟ انا رح اسوي لك يانسون. بدي جمانة تساوي لي يانسون عم اقول لك. ورا خلصنا بقى يا امو، خلصنا بقى كرمال الملكوت. حرام حرام اللي عم تعمليه فينا، داعسة على راسي من وقت ما ولدت لهلا، ولك العالم كلياتها عم تشمت فيني، كل العالم بتقول عني تشتوش وولد، وساكت لأنه بدي رضاكي، ولك طلعت الكرامة أهم شي من الدنيا، خليتيلي طلع هالة، لك الدرويشة الطيوبة الحبابة اللي بعمرها ما ردت لك كلمة وحدة، كرمال أنزعتك، كرمال شوفت حالك، لك كرمال تكسري راسي وما حكيت شي وسكتت، بس من اليوم ورايح ما في شي، من اليوم ورايح أنا رجال. كل شي طلبته صار مختار. يلا روح. يلا لحقني يا مختار، شو الله لحقني. روح على شغله ولا تخلي بني آدم يفوت لهون. ايه مختار حاضر. رجع ضربك الواطي؟ من لما جوزتني يا هو عم يضربني، ولا شفت معه يوم حلو ولا سمعت منه كلمة حلوة. لك ليكون يا بنتي، ما عم تعرفي تتعاملي معه. الله وكيلك شعرت له العشرة ومو عاجبه، اليوم مسك راسي ودجه بالحيط لحتى غميت وتركني وما سأل فيني. عرف انه انت اجيتي لعندي لهو؟ لا ايوه شو يعرف؟ هلا بيكون عم يدور عليني. انا بدي احكي معه. بوس ايدك لا تحكي معه. لكن شو بدي؟ بدي اطلق منه. لك يا بنتي الطلاق مو شغله سهله. بس انا ما عاد فيني اعيش معه. لا تبكي ولا تتبكبكي ولا تحلمي تتطلقي منه، ما راح طلقك منه. يا مختار مختار الحق. ابن اختك مسعود الآن بين اثنين زعران رح يموت بين ايديهم. شو هالحكي؟ حسبي الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة الا بالله. وين راح يا اختي؟ شو دخلك انت كمان؟ يا اختي انا بعرف كل قصتك وبعرف انك يتيمة مثلي، واذا بدك تخبي من مسعود انا عندي مكان ما حدا بيقدر يوصل لك عليه. يا اختي اذا ما رحتي معي رح يرجعوكي لمسعود. ها لا حول ولا قوة الا بالله. خلص خدمي معك. شرفي يا اختي شرفي، تفضلي. هذا البيت ورثته من مرحومة أمي، بس ما حدا بيعرف فيه منو. كتر خيرك أخي. يعني بدك ما توعظيني يا أختي، بيت مكركب شوي، بتعرفي يعني بيت عزابي غبار وعفار وشوية كركبة. ما في مشكلة هلا أنا بنظفه. تفضلي يا اختي. هي مفتاح البيت، وأنا بإذن الله كل يوم مثل هالوقت رح أجي لعندي. شو بتعتازي أي غرض تقولي لي؟ ماشي؟ كتر خيرك يا أخي. خير الله. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. الله معك.
نعمة، مين هاي؟ مين بدها تكون؟ الشيء اللي عملته يا مسعود. لا ما غلط خالي، هدول جماعة زعران وشدوا لي جوزين حمام. لك تضرب انت وجوزين الحمام واللي علمك السوسة واللي خلاك تصير منيحة. شو عملت خالي لسه نازل بهادل فيني؟ لك بدي انزل بهادل فيك لانه ما حدا طايق، حتى هي مو طايقتها. اها معناتها اجت لعندك، كنت عرفانة رح تجي لعندك. اجت لعندي وطلبت مني اني اطلعك منها منيحة. ايه ما راح طلعها مو على كيفها. يا سعود. وين الحرمة اللي كانت هون؟ مختار راحت طلعت. وين راحت؟ مختار طلعت وقت رحت تجيب انت مسعود. وشو خليتها تروح؟ يا مختار ما قلت لي اني ما خليها تطلع. روح انضرب دور عليها. روح أمرا. تضرب انت ومسعود. امرا خالي امرا. دفنس دفنس لنشوف شو بده يصير معنا. بعرف انك جوا، افتحي الباب. مين انت؟ ولك انا جارك، جار الرضا. انت اكيد مخربت. لا 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 مالي مخربت ابدا، بس انا يعني انت خارطة مشتي كتير حلوة. اخي ان شاء الله انا مرة متجوزة. شو؟ متجوزة؟ ولك على أحسن، أحسن وأطيب. شلون يعني الأحسن؟ ما بفهم عليك. لك هلأ شلون بدي فهمك يا شوفي، أنا شو بدك؟ بدك مصاري، بدك بساعدك بأي شيء، بس أنت يعني افتحي الباب. ما فهمت عليك أخي. لا حول ولا قوة إلا بالله. إن شاء الله هي كلمة أخي لا تقوليها بالمرة، بتنكرز منها. عم قلك أنا طاير عقلي فيكي، وشو بدك أنا بساعدك؟ يعني هيك سمعيني كلام حلو، يا عمري يا حياتي، من هذا الكلام فهمتي علي؟ أخي إن شاء الله تركني بحالي، أنا مرة متجوزة مستورة وبخاف الله. لك يا عمري يا حياتي افتحي هالباب، لك والله طاير عقلي فيكي. لك ما عاد فيني. شو عم تصير هون يا الشرف؟ شباب مين قال لي الشرف؟ يلي حاطت وحدي هون جوا وعطي طعمية ويشربها ويجيب لها اللي بدها اياه مشان ياخذ اللي بده اياه. خلصوا له. عم تضرب منشان وحدة رخيصة وما بتسوى وحق فرنجين. اسمعوا له، المرة اللي جوا كتير غالي وكتير عرضه غالي ومسعرتك رخيص. ضحكتني والله، ضحكتني. ليك شحة هون في هذا البيت قاعدة جوا مع زلمة غريب، شو عم تساوي؟ عم تلعب؟ هذا شيء ما دخلك. لك نزل ايدك. مظبوط ما دخل، بس وحياة عينك، وحياة عينك لندمك على هالكف اللي ضربتني اياه. وها ربنا ولا ربنا ايه رايح؟ اسمعي اختي، مين ما بيدق الباب ما بتفتحي لحدا منوب، وانا قبل ما اجي لهون بست لك بحصه صغيره على ارض الديار. ماشي اخي؟ انا رح اعطيك المفتاح وامشي من هون. وين بتمشي لك اختي؟ اذا جوزك والمختار عم يدوروا عليك بسراج والفتيله. عرفوا اني هون؟ لا لا ما حدا بيعرف نودي هون. طب وهذا الابن الحرام اللي ورا الباب؟ لك هذا الكلب بتفكري فيه ما بيعرف عنك شيء. انا خايفه ياذيك و... لا تخافي اختي لا تخافي، ما لي خايف منك، وحدك واطي. طيب اخي بدي مني الغراب، واذا بدك شيء خبريني امانه.
الله يستر عليك مثل ما سترت علي. الله يخليك يا رب. يلا السلام عليكم. الله يكون معك. لكي والله شغلي بتحط العقل بالكف. وين بدك تكون راحة؟ سألت عليها كل قرايبينا ما حدا شافها. السلام عليكم مختار. أهلين نصوح. شلونك؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله. من الله بمين؟ مختار من بعد إذنك. أنا اليوم جاي لعندك، في بحصة هون جوات حلقي وبدي بقى. بقى؟ بقى من جوات حلقك بقى؟ هلأ أنتو مو علمتونا إنه بيزغرنا نخاف على أعراضنا؟ مزبوط. تماما. يعني شو بدي إلا إعجيرك سعده إخابس خبصة والعياذ بالله. ليش شو عامل سعده؟ والله ما لي عارفان شو بدي إلا بصراحة جايب وحدة والعياذ بالله تبعك وحاططها ببيته يلي بلزق بيتي ورايح جاي عم يخفق لعندها ويجيب لها غرام. أنت مستأكد من الكلام؟ أنا ما بصدق إنه سعده يعمل هيك. لك لا يا مختار، لك أنا شو لي مصلحة أكذب؟ إيه الله وكيلك، شفته بعيوني هدول اللي بده ياكلهم الدود ورايح جاي لعندها عم يخفي وأنا ما اهتان علي. شوها؟ استغفر الله العظيم مختار، استغفر الله العظيم. إيه والله ما توقعته هيك. العمى العمى إذا كان هالكلام صحيح. أنا الله وكيلك قلت اللي علي والشغل كله عندها. السلام عليكم مختار. يخرب بيته، يخرب بيته على الخبرية إذا كانت صحيحة. من لما وعيت هالدنيا وأنا يتيمة الأهل ولما المختار خطبني لأبن أخته فكرت طاقة الحظ انفتحت لي والعيشة اللي رح عيشها بعد الجواز رح تنسيني كل العذاب والوحدة اللي عشتها من قبل. بس ما كنت بعرف إنه اليتم أهون من العيشة مع واحد ما بيخاف الله فيني. الله يسامحك يا مسعود شو قهرتني وعذبتني. الله يسامحك بس. يا رب يا علي شو حابتك. مازالك سكتي؟ معناتها الخبرية مزبوطة اللي نقالت عنك. أعوذ بالله مختار، الخبرية مو مزبوطة بدون. لكن رح نروح لعندك على البيت ونستأكد إذا كانت مزبوطة ولا مو مزبوطة. شرف مختار. صلي على النبي مسعود. طول بالك مختار. مختار تعطيني الأمان علي وعلى المرأة إذا بحكي. عليك الأمان، عليك وعلى المرأة اللي بالبيت عندها. لك شو بك أحكي؟ راح أحكي مختار. عزيب بيت رسالة غريبة يا عايبة. مسعود الله وكيلك أنا شريفة. مالك شريفة أنت وحدي يا عايبة. هي حق الكف يا واطية. يا واطية موتي. أميرة أميرة قتلت يا واطية، قتلت يا واطية، قتلت أشرف بنت بالكون كلياتها، قتلت اليتيمة. لك ما عطيتها الأمان أنا. الله لا يوفق، الله ينتقم منك، الله ينتقم منك. قتلتها، الله ينتقم منك، الله ينتقم منك. لك مغضوب مغضوب مغضوب، الله ينتقم منك. Thank you.
لك أهلين وسهلين عمتي، نورتينا والله. لك أهلين فيك تقبرني، نورتينا يعني. لك نورت بوجودك يا حبيبة قلبي. نورتي حارتك وبيتك أختي. الله يخليك يا أخي. عليك شو حلوة. كنت عارفانة إنكم رح تجيبوا خدامة، لأنه لا أنت رح تتجوز ولا أبنك. أنا مشان هيك، ها مشان هيك إجيت وماني طالعة من هون لحتى أجوزكم. عمتي هي جميلة مرتي. كل فولة مسوسوق لك يا الأعمى. فوتي أختي، فوتي على الغرفة ارتاحي شوي، معاوزك كلمتين. ماشي. سعدية جيبينا فنجانين قهوة على الغرفة. أمرك يا أبي. جميلة يا جميلة، هلا بالله انت زعلتي من عمتي؟ قصدك الكلام يلي قالته علي مزبوط؟ لك لا، شو مزبوط مو مزبوط، بنو. لكن ليش ما بدي ازعل منها؟ لك عمتي طيبة، بس هي لأنه شو؟ بصراحة عمتي كانت حاطة عين علي يجوزني لوحدة من بناتها، أنت أنا جوزتك لإلي. إيه يعني الشغلة شغلة غيرة. بس صغيرة. الله يصبرني لتخلص هالزيارة بس. آمين آمين. اسلم لي الأسمر أنا. من لما شفتك حسيتك مو مبسوطة مع جوزك. من وين بده يجيني البسط وأنا عندي ضرة؟ يو ليش لسه ما خلصتي منها؟ كيف بدي أخلص منها؟ إيه ما تركت شيء وما عملته، وهي بدل ما تخانقني بتطنشني وما بترد علي بكلمة. هيك أما كانت هيك، كانت تعلق النسوان ببعضها وتطلق أنا من جوازهم، ويتعلق رجال كمان ببعضها هيك من دم بارد وهي ساكتة. الله يخلصني منها يا رب. إيه؟ على فكرة أنا عندي طريقة خلصك منها، بس قليلي جوزك شلونه بالأكل؟ أحسن شيء عنده بهالدنيا. تمام، لكن اسمعي شو رح أقول. طمنيني شو صار معك؟ عملت مثل ما قلتي لي، بس والله خايف على جوزي كثير يا عمتي. لا تخافي ما رح يصير له شيء ان شاء الله. يلا حطي الحزم بالجرن، روحي اشلحي ملايتك وساوي لنا فنجانين قهوه لحتى نقعد ونروق. يلا قوام ساده. ها يلا شو صار معك؟ علي صوري اختي، اجا جوزك عاملين لنا فنجانين قهوه. شرف شرف صور شرف. اي والله علي صهري، شلونك؟ سعديه ساوي قهوه. شرف صهري. خير صهري. مصاريني خير خير. بسم الله. سلامة قلبك يا سلام. رجلي روح جيب حكيم بسرعه. يلا يلا يا ابي فورا. سلامة قلبك. شباب والله ما بعرف مصاريني. فوتي فوتي سعديني سعديني فوتي على الورد. سلامتك 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 سلامتك. يلا يلا هلا بيجي حكيم. لك شبيك أنا السبب، أنا يلي أذيت جوزي وأنا يلي وصلته للموت. لا تخافي الحكيم جوا عم بيداوي، ما رح يصير له شيء إن شاء الله، لأن إذا بيصير له شيء ما رح سامح حالي وما رح سامحك يا عمتي. يلا 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 يلا. شرف حكيم شرف. يلا يلا الله يجبر بخاطرك. شرف ما عليه إلا العافية. الله يعافي لي قلبك يا رب. خير يا أبي؟ شو قال لك الحكيم؟ طمني عن جوزي. جوزك متسمم يا أبي، متسمم، ولولا ستر الله كان راح فيها. ما في غيرها، هي ضرتي هي اللي سممته. ويا أبي طيب ضرتك ليش سممه؟ مشان تورته، لأنه هي بالأساس تجوزته مشان مصرياته، ومن زمان عم بتنقى عليه مشان يشتري دكانة لأخوها، وعم بتخليه يدفع كر البيت تبع أهلها. هي عيب الشو، بدال ما تسممه كان لازم تتشكره. أنا رح أتأكد من هذا الحكي، وإذا طلع الأكل عن جد في سم قسما بالله لطلقها. استناني رح دك ملايتي وإجي معك. يلا رح أنطرك. يلا بسم الله. Thank you.
من لما اجيت وانت مهموم ابن عمي. صايرة معي مشكلة بالشغل. مشكلة كبيرة كتير يعني؟ مو كتير كبيرة بس يعني ما بتنحل غير بالمصاري. طيب اطلبهم من ابوك. لك اذا طلبتهم من ابي بده يخليني رجع الدكان اللي انا مستكريه ويرجعني شغيل عنده. اتدين من شي حدا؟ ولك يا بنت الحلال انت ما بتعرفيني، ما بحب اتدين من حدا. لكان شو بدك تساوي طيب؟ مالي غير انك تبيعي شي قطعه ذهب وفك فيها ازمتي وبس يصير معي مصاري برجع لك اياهم. ابن عمي لا تزعل مني، بس الاسوارتين يلي اخذتهم مني وقت استكريت الدكانه وجبت لها بضاعه لهلا ما رجعت لي اياهم، وانا مو صفيان عندي غير سواره ورثه من المرحومه. خلص خلص ما عاد بدي شيء، الله بيغنيني. لا ابن عمي هي ورثه من امي ما فيني فرط فيها. ما رح فرد فيها لو شو ما كان، هي من ريحة أمي. عمتي يا عمتي، لك شبكي شبكي شو في؟ عمتي طلعها يا عمتي طلعها. لا 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 صحيح اللي سمعته يا رجدي؟ شو سمعت يا بي؟ انك تدينت من ابو حده مصاري. ابن عمي لك مو عيب عليك تقطعي كلام جوزك؟ لو ما في شيء ضروري ما بقطع كلامه. شوفي جميله، ما عم لاقي اسوارتي الذهب. وجوزك ليش لحتى تسالي على سوارتك؟ ليكون لابسها ولا ليكون؟ ولي على عيونك ان شاء الله عم تتهميه بالسرقه؟ لا انا بس عم بسال عن الاسواره. وين حبيبتي؟ لو كلامك مزبوط كنتي سالتينا كلياتنا، ولا في شيء ببالك؟ خلصنا يا اخي. حتى تتهميني بالسرقه ولا واطيه؟ لك لا والله انا كذابه كذابه. وكلي الله اختي وكلي الله. هيك وحده اخي ما بتنحوى بالبيت، والله ما بتنحوى. بعدين لو عندك كرامه ما بتخليها ببيتك. وليه انت طالق طالق طالق؟ يا حبيبتي ببي غراضك وانقلعي. طلعني يا رشدي. شو عليه؟ بسيطة. عم تهدد النص نصيص، عم تهدد. فوت يا بي، فوت راضيها ولا تخليها تروح. خليها تروح يا بي، خليها تروح. اي والله والله لجوزك ست راسها تقبرني، لك ست راسها لجوزك، لا تهتم. تفضل. مالي سهر ولا بطيخ. خير ان شاء الله. شوفي حاشي بقى، انا جاي لهون احكي كلمتين وامشي بعد ما عرفت اختك شو عامله. شو عامله؟ سممتيني واتهمتي ضرتك وخليتيني طلع. بس انا ما... لا تكذبي، جميله خبرتني بكل شيء وانا عرفت وتاكدت انه انت يلي عملتيها. وحده مثلك ما عاد بتلزمني، روحي انت طالي. لا يبعت لي انت ان شاء الله. روح الله يكسر بخاطرك. طولي بالك. هذا اكيد هو قليل الاصل، رجع لحتى يصالحك. ولك سيدي هذا الحكي مو مزبوط، مو مزبوط النوب. لا تصدقوا سيدي، هو سرق لي ذهباتي، سوارتين وجوز حلق وطوق. ولك الله وكيلك عم تكذب. يا بنتي انت زعلانه لانه مطلقه، بس يا بنتي ما بيصير هذا الحكي. بالعكس انا بحمد ربي وبشكره لانه خلصني من هالحرامي، وانا ما رح اتنازل عن الشكوى لحتى يرجع لي ذهباتي او يدفع لي حقهم كاملين. يعني ما في للصلح مطرح؟ ما في. خدو يا سيدي. لا حول ولا قوة الا بالله. وين رايحة اختي؟ رايحة ربيها لهالنص نصيص. هدي هدي بلا ما تعملي مشاكل معها وتنحبسي انت التانية. اي ما بيهمني ما بيهمني، لازم اعرفها حجمها.
زيك يا أبي. ليش عم تعطيني ذهباتك يا أبي؟ أعطيهم لجميلة خليها تسقط حقها عن أخي. إن شاء الله بنعوض لك ياهم يا أبي، إن شاء الله بنعوض. هي كانت حابة تدوقني من نفس الكاس اللي أنا شربتها إياه، بعدين أسقطت حقها. أنا ظلمتها كثير لجميلة يا أبي، ظلمتها من وقت ما أعطيت إذني لعمتي. صلح غلطك ورجعها لعصمتك يا أبي. أنا إذا بشق حالي ما بحسن صلح غلطتي مع جوزي. من الأول ما كان لازم رد على عمتي. خلاص يا أبي، أنا رح أحكي مع جوزك ويجي وتستسمحي. ما رح يسامحني. لوين أختي؟ والله راجع على بيت جوزي لأنه ما عاد فيني يتحمل مشاكلكم. إيه أنتوا كل يوم عندكم فنطي وأنا بصراحة ما بقى فيني يتحمل فنطيكم. يلا سلام عليكم.